حسمة غردايا أزمة سياسية. أنا برأيي رأيي سياسيا حسب ما عندي من معطيات ومن معارف والتقائي بالناس، أزمة سياسية تحل ليس عن طريق الأمن ولا عن طريق العدالة ولا عن طريق أي شيء، تتعالج أننا قاد واحد يقول لي أنتم تهضروا، أنا قلنا بلي إحنا عن نملك الرأي لا نملك السلطة، وأنا نتحداهم نقول لهم أعطوني أسبوع، أنا رئيس نحيو الرئيس هذا أعطوني أسبوع أسبوع، لأن في الأسبوع تولي عندي صلاحيات رئيس الجمهورية ولا لا؟ والله العلي العظيم يعنقوا بعضهم بعض، يعنقوا بعضهم بعض ويتنساوا، ونبنيوا لهم ما تهدم ونعوضوا بالشباب هذا اللي نصيبوا لهم الحل ما دام عندنا عقول تفكر، والله العظيم نجد لهم السحرة تسيعهم جميعا، فارغ السحرة الجزائر هي تل نتاعنا كي تخرج 100 كيلومتر على الجزائر، الجزائر فارغة صح ولا لا؟ العبرة مثل ما قلت لأحنف بن قيس ماذا يقول؟ يقول من البلاء، هذا من البلاء أن يكون الرأي لمن يملكه لا لمن يبصره، واحد يبصر الحل ولكن ما عندوش، قالك العين بصيرة واليد معنى ذلك هو يشوف الآخر. وعلي بن أبي طالب وما أدراك ما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب ماذا كان يقول؟ يقول لا رأي لمن لا يطاع، لو كان هذه الدولة تقولنا تعيطنا كي تكون عندك أزمة في البلاد ومشكل عدوك وخصمك السياسي عيط له، بالك ربما يوجد في النهر ما لا يوجد، بالك يعطيك فكرة ربما رب حيلة أنفع من قبيلة، رب حيلة أنفع من قبيلة. هذاك الإنسان أنتم شفتوا في أمريكا وفي الدول الغربية لما تكون عندهم أزمة كبيرة يعيطوا حتى للمعارضة ويقول لهم ارواحوا اجلسوا واعطيونا رايكم، واذا صابوا رايهم صواب انا ما الذي افعله في اسبوع؟ هاي اعطوني اسبوع بقى. انا اتحدى بعد اسبوع اذا قالوا المشكلة تاع الغردايه هذا ما تحلش انا ما نجيش نتكلم خلاص، اعطوني الصلاحيات، عندي عندنا الراي لكن ما عندناش الحكم. واحد يحب يشتهي يوكل الناس وما عندوش مصروف يجيب يوكلهم؟ ما يستطعش.